السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت ولاية المسيلة اليوم الأربعاء لوقع خبر صادم راح ضحيته 18 شخص. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. عرفت ولاية المسيلة اليوم اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشحنة لحمل الآليات، ووقع هذا الحادث على مستوى طريق الوطني رقم 45 في شطره الرابط بين الشلال والمسيلة في منطقة البياض. كما قام والي المسيلة رفقة السلطات المحلية بزيارة الضحايا بمستشفى الزهراوي للاطمئنان عليهم، حيث بلغ عددهم حسب مصادر محلية 18 شخصا. وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحوادث التي تكررت يوميا، ودعوا مستعملي الطريق إلى ضرورة تخفيض السرعة واحترام قواعد السياق السليمة.